في شياطين وناس معبد لإبليس، لكن في ربنا. الرب يفسد مشورة الأشرار وتبقى مشورة الرب للأبد. ربنا مشورته بتبقى للأبد. ليه؟ عشان في ربنا، وهو المنتصر فوق كل حد، فوق كل عالي. ربنا موجود وينتجم من الأشرار. إذا أنا بصلي الرب يفسد مشورة الأشرار ويفسد سحر المصريين، اللي قالها موسى النبي، وكل من يسحر. في ناس تبقى قاعدة في بيوتها بتعمل أسحار عشان يحصل كذا وكذا. أنت انتصر السحر لو أنت هزمت ربنا جوا قلبك، لو ربنا جواك ولا الدنيا كلها تقدر عليك. داود النبي قال إيه؟ طيب عايز افكرك، انا نسيت اقول لك على حكايه البقوليات. ما تاكلش بقوليات الا وتنجحها في ميه لمده ساعتين، وبعدين تدلق الميه وتغيرها، لان بيعمل سيوله في الدم، الماده اللي هي دي بتطلع. بعد كده اعمل انت عايزه بقوليات، كان فاصوليا، كان فول هتدمس، وكان كان كمان التتبيله اللي احنا قلنا عليها، بصل، ملح، فلفل اسود، وخل. دي الضغط اللي بره اعلى من اللي جوه، فبيروح ساحب الدم، وده اللي ربنا قال عليه التطهير بميه وملح او بالحاجات دي. فده مش بينقض دينك، وفي ملح والميه، لان هو بيبقى لسه في ميه، واروح ساحبه على بره بالتركيز العالي، يسحب الدم، بكبه بطبقة التتبيله، وما اعملش اي حاجه الا لما اشم الريحه، تروح ريحه الدم تبقى ريحه حلوه زي ريحه الكباب اللي بيجي يتشوي، تشوي شوربه خضار، تحمر وتطبخ. المهم ايه؟ الواحد لما يجي صاحي من النوم لازم يعمل كده. بيعمل مساج لمناخيره عشان مناخيره تقدرش تطلع بره في البرد. اوكي، وزي ما قلنا ان احنا بنعمل حاجات عشان خاطر ايه؟ الدم يمشي. خلاص الكلام ده. طيب في تمرين تاني، بحط ايديا الاثنين، بس انا ماسكه اللابتوب فمش عارفه اعمله لكم كويس. هحاول او تراي تو دو ذس، ابقى امسك كده بس مش جامد. انا عامل بسرعه بالراحه بالراحه، عشان بدل ما نيجي نكحلها نعميها، بدل ما نعمل لها ايه؟ نطبطب، نروح مكسرين العظم، تبقى عملنا ايه؟ طيب طالما الدم هيوصل الالم هيخف شويه. اللي بيحس بالالم العصب، الروح. لذلك لو واحد مات حتى لو عضيت وقطعت منه مش هيحس. لذلك الروح ربنا يمسكها في الحساب، وايه؟ ويديها جسد لا يفنى، ويرميها في جهنم. لا يبقى الاشرار في الدينونه. تانيين بقى يقول في الدينونه يتفرج، اللي جاي مات شهيد على اسم الرب يسوع المسيح، اللي جاي اتعذب في دينته عشان بيعمل حاجه وما يدفعش رشوه، ما بيقتلش، ما بيزنيش، في شهداء وفي قديسين وفي وفي وفي. فتبقى احتفاليه عظيمه، وكل واحد يقول هو بلده ايه، بيعمل ايه، واتاجه ايه. مش كل التيجان زي بعضيها اللي ربنا يديها لنا، وكلنا نرمي التيجان امام الله، تبقى يعني وليمه جميله، مش لحمه وفراخ. يعني الرب يسوع المسيح قال لكم، لا انت سالتوه، لو واحد يتجوز واحده ماتت، اتنين وماتت، ثلاثه، تاخد مين هناك على الارض؟ اشعياء 65 قال لكم السماء ما بيتجوزوش. امال ايه ده؟ ارض جديده. هو اللي عمل العلم، هو اللي قال للنار ما تحرقيه، احرق فرعون وما تطفيش بالميه. شربوا شاي، الشاي مدر للبول، بينزل البول. واحيانا من كتر ما نشرب كل يوم ينزل البول، ينزل البول فينزل الحصاوي والاملاح، بس ما تسيبش لما تبقى حصويه كبيره. البتروزيليا اللي هي البقدونس، اوكي، اهي بغليها وبشربها خلاص، بس كل يوم بانتظام، مش مره وخلاص. يبقى اذا الله اداني عقل استعمله، واعرف اللي يفيدني واللي يؤذيني. كل حاجه مفيده للانسان بس لما تبقى قليله. الخمره مش اسكر، قليل من الخمر يسكح المعده، بيشيل الميه اللي على المعده وعلى القلب اللي هو الاستسقاء، لكن ما اروحش ضربه لي كوبايه وفلسع واجري في الشارع. خلاص الكلام ده. طيب كل شيء صنعه الله هو خير، حتى السموم اللي هي على الصيدليات، في تعبان بكب سم في كاس، السم بيستعمله في الدواء. الله يعطي فهم ويفتح عين قلبكم، ونقول مع بعض مزمور 33، والله يفسد سحر المصريين وكل من يسحر بالعالم، لانه ملعون من يسحر.
في ناس ممكن تعمل اعمال تخلي الناس توقع في بعضيها. الله يفسد كل من يصنع الشر ويحمي مين؟ اولاد الله. الله بيحبكم، حبوه، اقبلوا الابن حتى لا يغضب الاب. مزمور 2 وبمزاجكم مش بالعافيه، هما بيجبرش حد على حاجه. الله موجود مش عشان في سحر وارهاب وقتل وبتاع يبقى فيش رب، لا في ربنا وفيه وفيه وهو اللي يقدر يكسر رقبتهم. امين. يضع نهايه لشرهم اشعه 30. امين يا رب. الله قادر على كل